مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. بتبدا معاكم يوم جديد، حلقه جديده السادسه. اهلا بيكم على شاشه الاهلي وتحياتي لحضراتكم. بدايه نقول مبروك لكل جماهير النادي الاهلي بشكل عام ولاعضاء نادي الاهلي فرع الشيخ زايد بشكل خاص. النهارده معمل جديد ومصنع جديد لصناعه الابطال بيقدمه النادي الاهلي، اضافه جديده للبنيه التحتيه، افتتاح مجمع الصالات في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، مجمع بيضم ثلاث صالات كاراتيه وسكواش وجمباز. ويمكن في الدقائق اللي فاتت تابعنا مع حضراتكم الحقيقه لقطات لكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي وهو بيفتتح مجمع الصالات اللي كان جاهز في استقباله وبحضور ابطال المستقبل، يعني ابناء النادي الاهلي وفراشاته وابطاله في مختلف رياضات. والاهلي الحقيقه دايما بيقدم ابطال في كل الرياضات. اعتقد انه المجمع ده هيساهم بشكل كبير جدا في إضافة جديدة لقواعد أبطال النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين طبعا يمكن دي اللقطات في لحظة وصول كابتن محمود الخطيب لفرع النادي الأهلي في الشيخ زايد، عقبها طبعا افتتاحه للصالات الثلاث صالات، ومعاه طبعا من أعضاء مجلس الإدارة أستاذ طارق أنديل، كابتن حسام غالي، محمد سراج، خالد مرتجي طبعا مع حفظ الألقاب للجميع، كلهم الحقيقة دكتور سعد شلبي كمان في الصورة، كلهم كانوا في الحقيقة حاضرين لافتتاح النهاردة. ألف مبروك لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد. طبعا يعني الأهلي الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم كل يوم في جديد، وخطوات النادي الأهلي خطوات عملاقة، يعني زي ما الدولة كده يعني ماشية بخطوات عملاقة في كل الملفات. الأهلي بيسعى بكل جهده أنه يطور الحقيقة ويعظم من قدراته ويعظم من إمكانياته، واللي النهاردة شفناها وتابعناها بإضافة جديدة بتضاف للبنية التحتية الرياضية في مصر بشكل عام وفي النادي الأهلي بشكل خاص بافتتاح مجمع الصالات. مبروك طبعا للأهلاوية كلهم. خليني أبدأ مع حضراتكم وإحنا هنتابع طبعا لقاءات وهنتابع من على أرض الحدث في فرع النادي الأهلي الشيخ زايد لحظات الافتتاح. خليني أبدأ مع حضراتكم بأخبارنا. النهاردة طبعا الأهلي المبارح لعب مباراة ودية. النهاردة طبعا الحلقة إحنا كل يوم بنقرب على مواجهة في منتهى الأهمية، مشغولين مركزين مهتمين بمنتخب مصر في بطولة كأس العرب، وخصوصا بعد المشوار الجيد جدا اللي قطعه المنتخب المصري. ما كناش متوقعين ان البطولة تبقى حلوة كده، تبقى سخنة كده، تبقى فيها المنافسة دي. والحقيقة انه مكاسب منتخب مصر من البطولة كتير قوي هنتكلم فيها بالتفصيل، لكن خليني اطمن حضراتكم وافكركم كمان ان احنا بعد يمكن حوالي 10 ايام من النهاردة تقريبا هيكون عندنا لقاء بطولة، لقاء قوي، لقاء صعب، لقاء مهم، هو لقاء النادي الأهلي مع الرجاء البيضاوي يوم 22 الأربعاء مش اللي جاي اللي بعده على طول في الدوحة في نهائي أو في كأس هيلعبوا على سوبر إفريقيا. ومن امبارح تحديدا مباراة طلائع الجيش الودية بدأ الاستعداد الفعلي النادي الأهلي لمواجهة الرجاء. امبارح كانت مباراة انتهت بالنتيجة، سيبك من النتيجة يعني النتيجة 1-1، لكن الحقيقة كان الجهاز الفني يعني بيركز بشكل كبير جدا على انه يستغل الفرصة انه يدي اللاعبين اللي بقى لهم يمكن كانوا في اجازة طويلة 10 ايام وبعدها رجعوا كام يوم تدريب، فكان مهم جدا يشوف اللعيبة في مباراة قوية زي مباراة طلائع الجيش. كل اللعيبة امبارح شاركت بشكل كبير، وعندنا ماتش تاني يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله مباراه وديه هتجمع الاهلي بسموح. طيب عشان نروح للكلام طبعا عن اللقاء المهم جدا والمنتظر يوم الاربعاء اللي جاي مصر تونس قبل نهائي كاس العرب، هيكون معانا كابتن مراد الملكي طبعا نجم المنتخب التونسي السابق وفريق الترجي التونسي، عشان نتكلم على بدايه فوز تونس على عمان وفوز مصر على الاردن ومواجهتهم اللي كتير برضو وصفوها زي ما وصفوا مواجهه مصر والجزائر بالنهائي المبكر. كابتن مراد مساء الخير واهلا بيك طبعا على شاشه النادي الاهلي. شكرا كابتن احمد سمير، اهلا بحضرتك والاستضافه في برنامجك المتميز السادسه. كل الشكر لحضرتك على مشاركتك معانا. بدايه لازم ابارك لك الحقيقه مش بس على تاهل تونس للدور قبل النهائي، لكن على المردود الجيد جدا اللي قدمته تونس على مدار البطوله. ازاي بتشوف البطوله، ازاي بتشوف او بتقيم البطوله من ناحيه تنظيميه، من ناحيه قوه المنافسه، قبل ما ندخل ونتكلم على المباراه المنتظره؟ قبل كل شيء مبروك لمصر، مبروك الجمهور المصري. الله يبارك في حضرتك. نصف النهائي معناتها بالنسبه للتنظيم معناتها كان تنظيم في من طراز عالمي، معناتها شفنا الملاعب، شفنا التنظيم وسط الملعب، شفنا الجماهير، شفنا كل شيء معناتها حتى الكاميراوات، شفنا كأس عالم مصغر. البعض توقع انه
إقامة البطولة دي بدون المحترفين اللي بيلعبوا في الأندية الأوروبية إلى حد ما هيأثر على مستواها، ولكن أعتقد إنه مستويات الأداء بشكل عام اللي قدمتها كل المنتخبات العربية بتقول إنها كانت بطولة قوية جدا، وأعتقد إنك تتفق معايا إن كل المنتخبات اللي شاركت استفادت. أكيد أكيد، خاصة باش نعطيهم حظ أكثر اللاعبين اللي ما سمحت لهمش الفرصة إنه يكونوا موجودين في المنتخب الأول، أثبتوا اللي هم قادرين يكونوا موجودين في فريق الكبار. شفنا لاعبين من طراز عالمي بشهادة الفنيين بشهادة الجمهور، وهذا معناتها شيء ممتاز بالنسبة للكرة العربية وخاصة معناتها البطولة الإفريقية البطولة العربية. تقييمك لمردود المنتخب التونسي وخصوصا ان بطوله كاس العرب يمكن بتسبق على طول مرحلتين مهمين في مشوار المنتخبات الافريقيه على الاقل. البطوله الاولى هي بطوله كاس افريقيا، ومن بعدها المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم. ازاي استفاد المنتخب التونسي من وجهه نظرك من البطوله دي؟ والله استفاد خاصه بتشريك عديد اللاعبين اللي كان عندنا نقص في الاماكن، خاصه في وسط الميدان كما برمضان، في الدفاع كما رينا بلال العيفة، رينا توغار، رينا لاعبين معناتها ما سمح لهمش المدرب معناتها باش يكونوا موجودين في الفريق الاول في تصفيات كاس العالم. جاتهم الفرصه اليوم معناتها اثبتوا اللي هما عندنا لاعبين ينجموا يكونوا اساسيين لتصفيات كاس العالم في المباريات اللي جايه ان شاء الله. عدد كبير من لاعبي المنتخب التونسي محترف في الدوري المصري، وبالتالي الوجوه دي مش غريبة علينا ومش غريبة على لاعبي منتخب مصر. يعني بكلمك على فرجاني ساسي فترة طويلة مع نادي الزمالك، بكلمك طبعا على علي معلول نجم النادي الأهلي، بكلم على حمزة المسلوسي، بكلم على الجزيري، بكلم على فخر الدين بن يوسف. في رأيك النقطة دي تصب في مصلحة المنتخب المصري؟ أكيد أكيد، الأداء اللاعبين هذوما لاعبين عندهم خبرة ولاعبين عندهم فنيات كبيرة، وشفنا حتى المستوى تاع البطولة المصرية ارتفع شوية معناتها خاصة باللاعبين هذوما باللاعبين الأجانب، رينا مستوى عالي في البطولة المصرية، وأنا قاعد نتابع معناتها يوم في كل المباريات نشوف اللي المنتخب المصري استفاد من تواجد اللاعبين التوانسة والأفارقة اللي عاونوا برشا الكرة المصرية. ورينا الشيء هذا معناتها في المباريات اللي شفناها في البطوله العربيه. قطر، الجزائر، قطر، الجزائر، مصر وتونس، هل من وجهه نظرك المنتخبات الافضل هي اللي وصلت للدور اللي قبل النهائي، ولا كان في منتخب يستحق التواجد في المرحله دي؟ والله المنتخبات اللي ترشحت، شفنا البارح مباراه الجزائر ومباراه المغرب، كانت مباراة ما تعرفش شكون باش يفوز في المباراة هذيا. رينا مباراة 90 دقيقة وأكثر 120 دقيقة، ريتم عالي بشهادة الجميع. معناتها بالنسبة للنصف النهائي ما فيش تكهن مسبق، الفرق المترشحة كلها لدور النصف النهائي تستحق أنها تكون موجودة في المربع الذهبي، وان شاء الله اللي اجدر ان شاء الله يكون محضر مباريات وكما يلزم ويكون حاضر خاصه ذهنيا اكثر، ذهنيا وبدنيا يكون له ان شاء الله باش يترشح للدور النهائي. خليني اسمع برضو رايك في المنتخب المصري نسخه كاس عرب تحت بتوقيع او ببصمه كارلوس كيروش، ازاي شايف المنتخب المصري وشايف افضل او اهم اللاعبين او مفاتيح اللعب في منتخب مصر لفتوا نظرك على مدار البطوله؟ والله الفريق المصري بقياده المدرب كبير مثل كارلوس معناتها رينا فريق منظم في الدفاع في الهجوم وسط الميدان، رينا تغيير اللعب، لعب قصير لعب طويل، رينا فريق ممتاز خاصه معناتها الفريق المصري بشهاده الجميع، بشهاده التوانسه، بشهاده الجزائريين، بشهاده المغاربه، الناس كلها تشكر في المنتخب المصري، خاصه رينا المباراه الكبيره بين مصر والجزائر، رينا حقيقة المنتخب المصري. المنتخب المصري تواجده في الربع النهائي مش في النصف النهائي ماهوش صدفة، رينا تواجده مستحق ويستاهل أن يكون في المربع الذهبي، علاش لا معناتها في النهائي. رؤيتك للمواجهة كابتن مراد، شايف المباراة هتكون إزاي؟ هي مباراة تكتيكية، رينا معناتها المنتخب المصري أو التونسي لاعبين ذكيين
خاصه لاعبي وسط الميدان، شفنا معناتها لاعبين عندهم الخبره ويعرفوا بعضهم معناتها سواء في الدوري المصري او الدوري التونسي، ماناش بعاد على بعضنا. المباراه هذه باش تكون خاصه زاده بالنسبه للتواجد الذهني طيلة المباراة معناتها 90 دقيقة وأكثر من 90 دقيقة. المنتخب المصري منتخب ممتاز، هذا المنتخب التونسي منتخب منظم، رينا البداية نتاعو ما كانتش ممتازة، لكن بمرور المباريات رينا المنتخب التونسي قاعد يتحسن من مباراة إلى أخرى. وزاد علينا المنتخب المصري الصوت الثاني ضد المنتخب الاردني نقام مقابله كبيره، رينا فريق معناتها ال 90 دقيقه وهو قاعد يهاجم حتى تحصل على الترشح للدوري السنتي. كابتن مراد المالكي طبعا نجم الترجي التونسي ونجم منتخب تونس السابق، بشكرك شكرا شكرا جزيلا على التواصل معنا على شاشه الاهلي، كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر. وفي النهايه الحقيقه لقاء اشقاء، احنا نعتز باشقائنا في تونس، نتمنى انه اللقاء يطلع بالشكل اللي يشرف الكره العربية. طيب خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من داخل النادي الأهلي في الشيخ زايد، أجرى لقاء مع دكتور سعد شلبي القائم بأعمال مدير التنفيذي النادي الأهلي. خلينا نشوف تفاصيل اللقاء في احتفال النادي الأهلي بافتتاح مجمع الصلاة ونرجع لحضراتكم في السادسة. كل التحية لكل مشاهدينا، مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. إنجاز جديد وركن جديد بيضاف لأركان البيت الأهلاوي هنا بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، افتتاح صالة الجمباز والكاراتيه وصالة الاسكواش. علشان يكلمنا في الموضوع أكثر وحطنا في الصورة، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي. دكتور سعد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي بيوعد وبيوفي النهارده جزء جديد بيضاف لأركان البيت الأهلاوي وصفحة جديدة من صفحات برنامج عائلة النادي الأهلي النهارده بتاخد العلامة الكاملة. خليني أقول لحضرتك ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي وألف مبروك لجمعية العمومية بتاعة النادي الأهلي في الحقيقة اللي منحت الثقة لهذا المجلس ليستمر بقيادة الكابتن محمود الخطيب. ألف مبروك لأعضاء النادي في زايد، وألف مبروك لأعضاء النادي أيضا في الجزيرة وفي كل فروعنا اللي تقدر تستخدم هذه السروح الرياضية الجديدة. في الحقيقة ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لمصر إن النادي الأهلي في الحقيقة قدر يتفهم التوجهات الرئاسيه يعني بقياده فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واهميه دور الرياضه في الجمهوريه الجديده في الحقيقه، وبيوفر لها البنيه التحتيه زي ما احنا شفنا النهارده، صاله للكاراتيه، صاله كامله للكاراتيه، صاله كامله لرياضه الجمباز، صاله كامله للسكواش، ايضا صاله موجوده لتنس الطاوله بتخدم كل الرياضيين المصريين. وفي الحقيقه دي رساله النادي الاهلي التاريخيه من يوم نشاته ان النادي الاهلي هو مصدر المنتخبات الوطنيه، 50% من المنتخبات الوطنيه في كل الرياضات النادي الاهلي بيقدمها لخدمه هذه الدوله العريقه، هذه الدوله اللي بتخوض حركه تنميه بيشهد بها العالم. احنا النهارده شايفين الناشئين كانوا موجودين ازاي في غايه الروعه، شايفين الناشئين في الجمباز، الناشئين في الكاراتيه، الناشئين في تنس الطاوله، شايفين ابطال عالم. عندنا اللاعبه هنا جوده كانت موجوده النهارده، وفي لمسه انسانيه من الكابتن محمود ومجلس الاداره النهارده والنشاط الرياضي بيحتفلوا ايضا بعيد ميلادها فتنضم لهذه الاحتفاليه الكبيره، وده اعتقد رساله النادي الاهلي عبر تاريخه. دكتور سعد، النادي الاهلي مختلف والنادي الاهلي بيدينا دروس في القيم في المبادئ في امور كتير جدا. النهارده لفت في اكثر من يعني في غايه الروعه من النادي الاهلي، كل مبنى عليه لوحتين شرف، لوحه للمجلس السابق ولوحه للمجلس الحالي. النادي الاهلي مختلف يا دكتور سعد. في الحقيقه المجلس النادي الاهلي او النادي الاهلي تحديدا هو زي ما بنكرر كل مره وهنكررها لان دي جزء من رسالته واستراتيجيته، تاريخ، مبادئ، تطوير. مبادئ النادي الاهلي لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الافراد. زي ما احنا شفنا كان المجلس النهارده بقياده الكابتن محمود حريص على ان يكون هذا الانجاز في نسب كتير لاصحابه، اصحاب المجلس السابق، واحنا في الحقيقه كنا حريصين ان احنا ندعو كل اعضاء المجلس السابق بالاضافه الى المجلس الموقر الحالي في الحقيقه. وزي ما احنا شفنا لوحتين بيعكسوا حجم تواصل العطاء من مجلس لمجلس، ما فيش حد بينتهي دوره في النادي الاهلي، بل الدور مستمر ومستدام، ودي دايما رساله النادي الاهلي. دكتور سعد، النهارده صاله الكاراتيه عندنا 8 بساط، الجزيره 4، مدينه نصر 4، النهارده صاله الاسكواش 8 ملاعب سكواش وملحق بيها صاله للتنس الطاوله، وايضا صاله الجمباز فيها اجهزه مصرح بيها واخده موافقه من الاتحاد الدولي. النهارده امور كتير جدا نتكلم عليها النهارده.
يمكن خليني أضم صوتي لصوت حضرتك وأقول لحضرتك إن الحضور الكريم النهاردة كلهم اللي بيمثلوا وزارة الرياضة واللي بيمثلوا الاتحادات المصرية في اللعبات الأربعة اللي احنا كنا بنفتتح ليهم البنية التحتية بتاعتهم النهاردة، قد ايه هم كانوا فخورين بالنادي الأهلي وقد ايه فخورين برسالة النادي الأهلي اللي بيقومها تجاه كل أنواع الرياضات. رئيس اتحاد الجمباز كان موجود ومندهش من هذه الصالة المبهرة اللي فيها التجهيزات الرياضية على أعلى مستوى، من أكبر شركة في العالم تم تجهيز صالة الجمباز. النهاردة هو شاف كل هذا الإنجاز في الحقيقة بيبدي إعجابه مش بس فقط باستراتيجية النادي الأهلي بل أيضا عطاء لعيبة النادي الأهلي للمنتخبات الوطنية، شهادة نحن فخورين بيها، ودي بتدينا دفعة دايما للأمام إن احنا لسه عندنا كتير إن احنا نقدر نعمله لصالح الدولة المصرية ثم لصالح أبناء النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي. دكتور سعد، تطرقت لنقطة في غاية الأهمية سواء في بداية كلام حضرتك أو نهاية كلام حضرتك على إن النادي الأهلي عارف توجهات الدولة المصرية ودور الدولة المصرية، تقول إيه للدور الكبير جدا اللي بتلعبه النادي الأهلي كجزء لا يتجزأ من الوطن؟ في الحقيقة إحنا بنقول مهم جدا إن الجهة الإدارية يعني تقدر تشوف هذا الإنجاز الكبير اللي بينضم للصروح الرياضية اللي موجودة، وكمان تأدي رسالتها نحو النادي الأهلي اللي بيدي بكل عطاء وكل إخلاص ليس لصالح أبنائه ولكن أيضا لصالح أبناء الدولة المصرية. 28 فدان شغالين عليهم دلوقتي في الشيخ زايد، المرحلة الثانية ابتدت بالفعل. بدأنا المرحلة الثانية وإن شاء الله في ملاعب أخرى سوف تنضم لهذه المرحلة، أيضا المبنى الاجتماعي في الطريق أيضا، وبالأمس القريب اتخذ مجلس الإدارة مجموعة من القرارات منها حمام سباحة أيضا في فرع الشيخ زايد، منها جيم أيضا في فرع الشيخ زايد، بالإضافة إلى ملاعب البدل إن شاء الله، يعني كلها غرف خلع ملابس، أيضا أماكن انتظار سيارات، كثير من الخدمات. المجلس لسه يمكن على الرغم ان اعتماده 1 ديسمبر الا ان احنا بنشتغل من اول دقيقه عشان نقدر نحقق طموحات اعضائنا، وشكرا جزيلا. اشكرك يا دكتور سعد وموفقين دايما باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. اعزائي مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ركن جديد بيضاف لاركان البيت الاهلاوي وصفحه جديده من صفحات برنامج عائله النادي الاهلي. مبروك لكل ابناء النادي الاهلي، مبروك لكل اعضاء النادي الاهلي بالشيخ زايد، ومسيره العطاء لمجلس اداره النادي الاهلي لازالت مستمره. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح. مبروك مره ثانيه أعضاء نادي الأهلي وجماهير نادي الأهلي، شيء بيصب مش بس في مصلحة الفرق الأهلاوية أو الرياضات الأهلاوية لكن بيصب في مصلحة الرياضة المصرية، وهو ده النادي الأهلي الحقيقة. خطوات عملاقة سابق الزمن، يوم بعد يوم بيدور على الجديد، وأعتقد إن احنا بنشوف خطوات اتخذت في السنوات الأخيرة نقلت النادي الأهلي نقلة نوعية. وأعتقد لما بنقول النادي الأهلي هو نادي عالمي النهاردة ما بيكونش الكلام ده بيحمل أي مبالغة على الإطلاق. عندي كلام كتير جدا أطمنكم على فرقتنا وأطمنكم على لاعبتنا سواء المصابين أو اللي كانوا مصابين الحمد لله، هطمنكم عليهم سواء كانوا مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر. اسمحوا لنا بس نروح لفاصل ونرجع ندخل في التفاصيل. دول الخمسة اللي جايين ومحدش أعتقد يعني كان يتوقع أنه لاعبين في يوم من الأيام في السن ده دون 23 سنة توصل أرقامهم أو أسعارهم للأرقام الفلكية دي. خلينا ناخدكم دلوقتي في فقرة الفيكون، هيكون معنا واحد من نجوم الكرة الفرنسية، كان نجم طبعا لمنتخب فرنسا، لعب في فرنسا لوسير وبوردو وستراسبورغ، ولعب في إسبانيا لديبورتيفو لا كورونيا. هيكون معنا كورنتان مارتينيز نجم طبعا منتخب فرنسا السابق. بداية بشكرك على وجودك معنا وبرحب بيك طبعا في البداية على شاشة النادي الأهلي في السادسة. شكرا جزيلا للدعوة. بداية خليني أبتدي معاك من الكرة الأفريقية، وأنا عارف أن كان ليك تجربة ناجحة ومميزة مع منتخب موريتانيا، كنت مدير فني وتوليت مسؤولية المنتخب الموريتاني، وصلت معهم لكأس أمم أفريقيا. خليني أسمع رأيك الأول في تطور الكرة الأفريقية على مستوى اللاعبين، على مستوى الأندية، على مستوى المنتخبات. نحن نعلم تماما أن منذ زمن طويل أن كرة القدم الأفريقية دائما ما تنتج لاعبين على مستوى عالي، هو فقط ما تفقده قارة أفريقيا هي الأجواء والملاعب الجيدة التي تسمح لهم باللعب بطريقة أفضل، الشروط والظروف التي لا تسمح للاعبين الأفريقيين
للتقدم والازدهار. وأعتقد الآن أن يوجد ملاعب أفضل ويوجد تطور واضح على مستوى كرة القدم الأفريقية، ولكن هذا ما دائما ما كانت تفتقده القارة الأفريقية، وأعتقد أنه تغير وما زال يتغير وسيتغير في الفترات القادمة. ولكن أعتقد أن الإدارة الجديدة للاتحاد الأفريقي قادرين على الدعم والمساعدة، وأعتقد أننا سنرى أفضل وأفضل من القارة الأفريقية والفرق الأفريقية، وأعتقد أننا سنرى أيضا تقدم على مستوى اللاعبين. على مدار يمكن 20 أو 30 سنة الأخيرة قدمت أفريقيا على مستوى اللاعبين عدد كبير جدا ومميز جدا من النجوم، بعضهم حقق لقب الأفضل حتى في القارة الأوروبية وبعضهم أو عدد كبير منهم لعب لأكبر الأندية الأوروبية زي برشلونة وبايرن ميونخ وريال مدريد وغيرهم وغيرهم من الأندية. وعلى مستوى الإدارة الفنية أكبر المديرين الفنيين في فترة من الفترات تولوا مسؤولية تدريب منتخبات إفريقية، ومع ذلك ما زالت إفريقيا بعيدة حتى عن فكرة المنافسة على لقب زي لقب كأس العالم، رغم أن منتخبات صغيرة قدرت تحقق لقب الأولمبياد. من وجهة نظرك إيه أهم الأسباب اللي أدت لده؟ أعتقد أن في القارة الإفريقية هي قارة تعشق الحياة وتعشق الطبيعة وتحب أن تبقى مع العائلة والأصدقاء، وأعتقد أن الفارق بينها وبين القارات الأخرى هو الارتباط بالعمل والتطور الأفضل من أجل تدريب أفضل وتطور أفضل. أعتقد أن كثير من الدول الأفريقية تفوقوا بسبب لاعبيهم الذين يلعبون في أوروبا، ولكن المشكلة هنا هو الالتزام أو الاستمرارية على المستوى هذا المستوى لتحقيق النتائج. من متابعتك للكرة الأفريقية حاليا، وإحنا يمكن عندنا 10 منتخبات أفريقية تأهلت للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، مين الفريق من وجهة نظرك طبعا اللي بيملك السكواد المميز اللي من وجهة نظرك من الممكن إن هو يروح لبعيد أو على الأقل يقرب فيه يقدم يعني صورة قوية عن الكرة الأفريقية في منافسات كأس العالم 2022؟ أعتقد بالنسبة لـ10 فرق الذي ذهبوا للمرحلة النهائية، أعتقد لو سوف نتحدث عن 5 فرق، بالطبع مصر والجزائر السنغال وبعد ذلك هذا يعتمد على المباراة، وممكن من الممكن نيجيريا أو المنتخب التونسي هم من الفرق الذي أراهم قادرين على الوصول بأداء جيد في كأس العالم. خط تجربة التدريب في أفريقيا مع منتخب موريتانيا، هل عندك رغبة في تكرار التجربة مرة تانية سواء مع أندية أو منتخبات، وهل تلقيت عروض بالفعل عشان تتولى المسؤوليه الفنيه لاي منتخب او نادي افريقي؟ نعم، بقيت 7 أعوام لمدرب لموريتانيا، واعتقد هذا وقت طويل، وانه كان من دواعي سروري ان ابقى هنا لـ7 أعوام، ولقد استطعنا أن نتقدم وأن نكون على مستوى أعلى. وقبل مجيئي أعتقد أن موريتانيا لم يكن لها الحظ أن تتأهل أبدا في للكأس الأمم الأفريقية، ولكن أعتقد أن هذا كان إنجاز ونتائج جيدة ما حققناه مع الفريق الموريتاني، ولكن الاتحاد الموريتاني قرر في النهاية أن يتخلى عني،
ولكني سأقبل أيا كان العروض، وأنا متاح للعروض حتى في قارة إفريقيا. إذا كان لدي العروض فسأكون مرحب وقابل للعروض. هروح معاك للناحية الثانية من المتوسط، والكلام هيكون على الكرة الأوروبية والفرنسية طبعا على وجه التحديد. بداية، إزاي تابعت حفل جوائز البالون دور، وإزاي شفت فوز ميسي من باريس، من قلب باريس بالجائزة؟ هل أنت كنت مع الفريق اللي بيأيد تتويج ميسي، ولا كان ليك وجهة نظر مختلفة؟ ولكن بالنسبة لاحتفالية الأفضل في العالم، هي دائما ما تحدث ضجة كبيرة، ولكن لأن الكثير يقول أن ميسي لم يستحقها هذا العام، ولكن دائما اللاعبون الذي حصلوا على أفضل لاعب في العالم دائما هم مرشحين لها، ولكن دائما الاختيار يأتي لمن حصل على دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. ولكن تشيلسي هي من فازت بدوري أبطال أوروبا، ولكن ولا أي لاعب من تشيلسي حصل على الجائزة، ولكن ميسي هو حصل على مع الأرجنتين على كأس كوبا أمريكا، ومع برشلونة لم يكن أداء سيء، ولكن أعتقد في هذه السنة كنت سأصوت لليفندوسكي، كان هو الأفضل، هو أكثر من أخذ الأهداف، ولكن هو أيضا لم يحصل على دوري أبطال أوروبا، ولكن لم يفعل نتائج كثيرة أيضا مع منتخب بلاده. بمناسبة الكلام عن ليو ميسي، إزاي استقبلت خبر انتقاله للملاعب الفرنسية وانضمامه لبي اس جي؟ وهل بتشوف انه ميسي لغايه اللحظه كان اضافه او مثل اضافه لسكواد باريس سان جيرمان؟ لم اسمع جيدا السؤال عن ليو ميسي. ازاي استقبلت خبر انضمامه او انتقاله من اسبانيا لفرنسا وانضمامه للبي اس جي، وازاي شايف مردود نجم بحجم ليو ميسي مع فريق باريس سان جيرمان؟ طبعا هو ميسي إضافة، نحن نعلم تماما ماذا فعلوا مع برشلونة، وكل العالم ينتظر ماذا سيفعل مع باريس سان جيرمان بعد ما فعلوا خلال أعوام مع برشلونة. ولكن هو ليس بالسهل، الدوري الفرنسي هو دوري صعب، دوري يوجد فيه التحامات كثيرة على المستوى البدني، هو دوري صعب على المستوى البدني، ولكن أعتقد أن ميسي سيتأقلم سريعا، وعائلته سوف تتأقلم، وبعدها سنرى ميسي على مستوى رائع، ولكن ميسي لم يعطي كل شيء لديه حتى الآن. باريس سان جيرمان بيضم يعني مجموعة من أهم الأسماء في عالم كرة القدم والأعلى قيمة من حيث أسعار اللاعبين، هل بتعتقد أنه كمان انضمام ميسي يساعد باريس سان جيرمان على تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، ولا ده ممكن يعني يكون حلم بعيد؟ دائما ما يصنع الفارق في البطولات الكبيرة بالنسبة لدوري أبطال أوروبا دائما هي جودة اللاعبين، الجودة الفردية للاعبين، وبالطبع تواجد ميسي هو لديه الروح والقوة أن يظهر بشكل جيد مع الفريق، ولكن الآن باريس تستطيع أن تفوز، ولكن لم تصل للمستوى الجماعي المرضي للجميع، هم جميعا يريدون لديهم نفس الهدف، ولكن ليس حتى الآن الفريق الذي أراه أن يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا على المستوى الجماعي بشكل واضح. مين الأقرب لتحقيق اللقب من وجهة نظرك؟ مين الفريق اللي ترشحه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا؟
بصراحة صعب جدا تحديد الفريق، ولكن نعلم تماما بالنسبة لي الفرق مثل تشيلسي، سيتي، ليفربول. لو سوف أتحدث عن ليفربول فأعتقد أنه هو أحد الفرق بالنسبة لي هو يستحق أن يفوز بدوري أبطال أوروبا. اتكلم شوية معاك عن المنتخب الفرنسي، رأيك في مشواره، السكواد اللي طبعا بيضم عدد كبير من الأسماء، ونظرتك ليه في منافسات كأس العالم؟ هل بترى أنه عنده القدرة على الحفاظ على لقبه، ولا هيكون في منافسة قوية مع منتخبات تانية؟ أتمنى طبعا أتمنى أن المنتخب الفرنسي يستطيع الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ولكن دائما أصعب أن تؤكد أن تفوز ثم تستطيع الحفاظ على اللقب والفوز مرة أخرى. دائما هذا صعب، ونحن نرى دائما مثلا في دوري أبطال أوروبا دائما الفرق تكون على مستوى عالي ولكن يفقد شيئا بعدها، ولكن المنتخب الفرنسي يمتلك لاعبين على مستوى عالي جدا، لديهم كل شيء، وهم يستطيعون الفوز بكأس العالم في قطر في 2022. لعبت في الليجا الإسبانية، لعبت الديبورتيفو لا كورونيا، النهارده في مواجهة من مواجهات القمة في الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد في مواجهة ريال مدريد، ديربي مدريد، بيقودوا نجمين من اكبر نجوم المنتخب الفرنسي، انطوان جريزمان من ناحيه في اتلتيكو مدريد وكريم بنزيما. ازاي بتشوف المواجهه ومين فرصه اكبر للفوز النهارده؟ اعتقد اني ساعطي رايي لريال مدريد، واعتقد انه هو الاقرب للفوز، تحقيق الفوز، لأن ريال مدريد في حالة من الثقة في وفريق أتلتيكو يواجه صعوبات هذا الموسم، ولكنهم لديهم لاعبين جيدين، ولكن أعتقد أن مدريد هو الفريق هو أقوى على الفوز، وثقته ستكون هي الأقرب لتحقيق له الفوز ومساعدته. وكريم بنزيما هو لاعب رائع، يؤدي على مستوى نفس مستوى كريستيانو رونالدو، ولهذا أعتقد أن الفوز أقرب لريال مدريد. يمكن بمناسبة كلامنا عن الريال، يمكن اهتمام كبير جدا من ريال مدريد حتى من بداية الموسم بضم نجم الكرة الفرنسية كيليان امبابي، في نفس الوقت اللي تشابي هرنانديز اعلن عن اهتمامه بضم النجم المصري محمد صلاح. الديال اللي بيجمع بين امبابي ومو صلاح، هل بتشوف انه ممكن يعوض غياب الديال اللي كان موجود بين ميسي وبين رونالدو؟ طبعا طبعا هذا مؤكد، هم لاعبين محظوظين كثيرا الأهداف وقادرين على صنع الفارق دائما، سواء على المستوى الفني أو البدني. لو كان محمد صلاح وامبابي سينضموا لريال مدريد، اعتقد ان مدريد ستفوز بدوري ابطال اوروبا، ولكن اعتقد ان اليوم لا نعلم ماذا سيحدث، هل صلاح وهل امبابي سينضم لريال مدريد؟ نحن لا نعلم تماما، ولكن اذا لعبوا سويا في نفس الفريق اعتقد انهم سيصنعون فارق للفريق. كورنتين مارتينيز نجم منتخب فرنسا وديبورتيفو لا كورونيا الاسباني، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة، واسمحوا لنا نروح لفاصل، نرجع من بعد ونتابع اخر التطورات وايه اللي حصل في دوري مشتعل السنة دي. منافسة كبيرة جدا كانت بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، الكلام على البوندسليجا في السادسة بس بعد الفاصل. طيب عشان نروح البوندسليجا يبقى لازم البدايه تكون مع العملاق البافاري، واحده من اقوى التشكيلات اللي موجوده على سطح الكوكب. بكلمكم على لاعبين بحجم ليروي ساني، جنابري، كومن، ليفاندوفسكي، كيميتش، ديفيد جوميز، طبعا مانويل نوير وغيرهم. بدايه المباراه الحقيقه تاخر فيها البايرن بهدف لصالح بوخوم،
وحضراتكم عارفين طبعا انه اخر لقاء في للبايرن في البطوله دي كان بيجمعه مع المنافس الاساسي ليه. كره طبعا دخلت في مرمى نوير واكتفى نوير بالمشاهده في مفاجاه في بدايه المباراه. معلش المباراه دي كانت في مواجهه ماينز. ماينز طبعا ما حدش ينسى ماينز اللي ابتدى فيه زيدان المصري مشواره في بدايه وجوده في البونز ليجا. ماينز احرز هدف اول في البايرن عشان ينتفض البايرن وتحديدا جمال موسيالا. وافتكروا الاسم ده كويس جدا. الولد ده عنده 18 سنه يا جماعه، 18 سنه لكنه بالتاكيد واحد من النجوم القادمين وبقوه. ده هدف في الاول، هدف تعادل احرزه كينجسلي كومان. وخليني اقول لحضراتكم انه في المباراه دي كان موسيالا مشارك في المباراه. هيشوف هنا طبعا الهدف الثاني اللي احرزه بايرن ميونخ. كان في شك او كان في اعتراض ان الكوره دي لمسه يد، لكن موسيالا احرز الهدف الثاني للبايرن عشان يرفع رصيده لست اهداف في مشاركته في البونز ليجا. ولد صغير عنده 18 سنه ولكنه الحقيقه مقدم موسم قوي جدا مع بايرن ميونخ. بالفوز ده رفع او ابتعد البايرن بالصداره عن منافس الرئيسي بروسيا دورتموند بنتيجه بفارق 6 نقاط. نروح بعد كده لهوفنهايم في مواجهة فرايبورغ، والحقيقة أنه هوفنهايم فاز في المباراة دي بنتيجة 2-1. في الدقيقة الثالثة ابتدى هوفنهايم بالتسجيل عن طريق ديفيد راون عشان تكون نتيجة 1-0، لكن فرايبورغ تمكن من تعديل النتيجة وأحرز هدف التعادل في بداية الشوط في الدقيقة 21 على وجه التحديد. في البلاس 90 بقى كانت الحقيقة يمكن المفاجأة الكبيرة جدا. الكرة دي يمكن زي ما حضراتكم شايفين كان فيها مطالبة بضرب الجزاء وتمكن حارس المرمى من صدها، وحتى المتابعة فشل فرايبورغ في ان هو يسجل هدف التقدم على فرايبورغ اللي تمكن في الدقيقة بلس 90 او في الدقيقة الرابعة من وقت بدل الضايع انه يحرز هدف مكنه من انه ياخد الثلاث نقاط بتوع المباراة. وخدوا بال حضراتكم انا بكلمكم عن فريق ضامن مشاركة في الدوري الاوروبي السنه الجايه لانه هوفنهايم حافظ على مركزه الرابع. نروح لدورتموند اللي كان الحقيقه يمكن بيحاول يعوض خسارته من بايرن ميونخ في مباراه اثارت جدل كبير جدا الاسبوع الاخير. خسر المباراه بنتيجه 3-2 وابتعد عن المنافسه نوعا ما. كان بيحاول يعوض لكن في الاسف الشديد جدا في بدايه المباراه تمكن بخوم منافس دورتموند من احراز هدف. حاول بروسيا دورتموند على مدار المباراه كلها انه يتعادل، لكن الجون اللي حضراتكم شايفينه ده هدف ملغي بدافع الاوفسايد. الحكم قرر او بعد الرجوع للفار قرر انه الكوره اوفسايد. اختراق من هالاند، كوره عكسيه تمكن من خلالها دورتموند انه يحرز هدف التعادل في اللحظات الاخيره في المباراه وياخد نقطه وحيده يحافظ بها على امل ضعيف في اللحاق طبعا بايرن ميونخ. روح للدوري البرتغالي، سبورتنج لشبونه والمناسبه هو المتصدر وبينافسوا على اللقب بشكل كبير جدا بورتو البرتغالي طبعا، لكن في بدايه المباراه قدر سبورتنج لشبونه في قبل نهايه الشوط الاول انه يحرز هدف التقدم في المباراه. بابلو سارابيا هو اللي احرز هدف سبورتنج لشبونه الاول. كره عرضيه، استقبال اكثر من رائع، استلام، تصليحه، تسديده داخل المرمى لغاها الحكم بداعي الاوفسايد. استمر هجوم سبورتنج لشبونه وفي الدقيقه 53 تمكن بابلو سارابيا بقى من احراز الهدف الاول لسبورتنج لشبونه. وفي الدقيقه 60 طبعا اعاده المباراه، تمركز خطا في التمركز من المدافعين استغلها طبعا بابلو سارابيا عشان يحرز هدف قوي. هجمه مرتده الحقيقه في الدقيقه 58 او الدقيقه 59 تمكن من خلالها سانتوس مهاجم سبورتنج لشبونه من مضاعفه النتيجه وتعميق جراح بوافيستا عشان تنتهي المباراه بفوز سبورتنج لشبونه بنتيجه 2-0 عشان يحافظ على صدارته للدوري البرتغالي. استمرت الهجمات لكن زي ما قلت لحكم المباراه انتهت. مش ممكن حد يضيع فرصه دي، مش ممكن ابدا فرصه زي دي تضيع. لو عادها 100 مره هيحطها 99 مره في الشبكه، اهدرها بغرابه شديده جدا جدا جدا. نرجع نتكلم على منتخب مصر، وزي ما قلت لكم في بدايه الحلقه انا بشوف ان بطوله كاس العرب على غير المتوقع الحقيقه حققت مكاسب كتير جدا لمنتخب مصر حتى قبل ما نروح لمواجهه تونس في الدور قبل النهائي، وكلام كمان عن استعدادات النادي الاهلي لمواجهه رجل بيضاوي او رجاء كازابلانكا
هيكون في السادسة مع حضراتكم، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. طيب بداية أطمنكم على يعني إحنا الفترة اللي فاتت طبعا أغلب إصابات المنتخب يمكن نادي الأهلي، فبالتالي يمكن ناس يعني جماهير نادي الاهلي عشان طالعين من ان شاء الله بطوله كاس العرب على السوبر حاطه ايديها على قلبها. خلينا اطمنكم الاول على الشناوي وحمدي. امبارح دكتور محمد ابو العيله قال انه الاثنين بيعانوا من اجهاد في العضله الخلفيه، وان شاء الله باذن الله نطمنكم عليهم وهيكونوا جاهزين للمشاركه مع منتخب مصر ان شاء الله في مباراه تونس. ايمن ممكن يبقى لسه قدامه شويه، يعني ماتش تونس اعتقد ايمن اشرف هيكون بعيد على المشاركة ومازال بينفذ البرنامج العلاجي بتاعه. امبارح بقى كان يمكن في ماتش طلاع الجيش كان طاهر محمد طاهر أصيب بكدمة، وحضراتكم عارفين أنه عمار كمان كان أصيب بنزلة برد، بس برضو الحقيقة دكتور أحمد أبو عبلة طمن على الاثنين وبيطمن جماهير النادي الأهلي. عمار وطاهر الاثنين شاركوا في تمرينة النهاردة اللي بدأها مستر بيتسو موسيماني يمكن بمحاضرة استمرت 15 دقيقة. الكلام كله في إطار التحضير والاستعداد زي ما قلت لحضراتكم لمباراة السوبر إن شاء الله أمام رجاء البيضاوي اللي اتحلت أزمته واتحلت مشكلته وخلاص اعتراضه على فكرة أن المباراة تتأجل أو طلبه أن المباراة تتأجل خلاص ما بقاش موجود، واتحلت مشكلة أزمة الطيران، هيسافروا على طيارة خاصة وهيقابلوا الأهلي إن شاء الله يوم الأربع مش اللي جاي ده اللي بعده في الدوحة في سوبر أفريقيا. فالحمد لله نطمن على كل لعبتنا، وأعتقد أن كل اللعيبة امبارح حتى اللي كانوا بعاد بقالهم فتره مستر بيتسو موسيماني استغل مباراه طلائع الجيش عشان يديهم فيها فرصه وكله شارك في المباراه. وعندنا ماتش تاني قدام سموحه ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي، مباراه وديه في اطار برضو الاستعداد لبطوله سوبر افريقيا. طيب خلينا نروح لزميلنا كريم احمد، يمكن هو جاهز معاه المهندس سامح علي مستشار هندسي للنادي الاهلي عشان يكلمنا على افتتاح النهارده طبعا لمجمع الصالات في الاهلي الشيخ زايد. خلينا نروح لكريم ولضيفه ونرجع لحضراتكم بعد اللقاء في السادسة. مرحب بكل مشاهدينا ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يوم الأكثر من رائع النهاردة الحقيقة في النادي الأهلي للشيخ زايد وافتتاح مجمع الصالات، منشأة أكثر من رائعة، مجهود كبير جدا جدا الحقيقة بذل خلال الأيام الماضية، لكن كل الأمور دي الحقيقة هنتكلم فيها طبعا مع صاحب الخلق الرفيع وصاحب المجهود الأكبر الحقيقة المهندس سامح كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي برحب بيه طبعا في البداية. سامح بيه يعني مجهود كبير جدا الحقيقة، وبنوجه كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا المشروع الرائع والمميز اللي يليق بالحقيقة بجمهور النادي الأهلي بعضو النادي الاهلي بمجلس اداره النادي الاهلي. تفاصيل كتيره جدا حابين نتكلم عليها، لكن قول لنا الاول شايف النهارده نظره مجلس الاداره ازاي، حضور الاعضاء النهارده، وكلمنا بشكل عام النهارده على هذا الافتتاح الرائع. مرحبا بيكم في اهلي الشيخ زايد. النهارده من امتع الايام اللي عشناها طوال اربع سنين، من اكبر المشاريع اللي تم افتتاحها في الثلاث افرع الفتره اللي فاتت. كل الشكر مجلس اداره، كل بصراحه دعم قوي جدا للمشروعات. المنظر هو بيتكلم بصراحه حاجه جميله جدا ومبهره، منطقه متكامله كل جوانبها وهي مجمع صالات متكامل. نبدا بصاله الكاراتيه، صاله الكاراتيه هي اكبر صاله كاراتيه موجوده في الافرع كلها، يعني اكبر من الجزيره، الجزيره اربع بوصات، هنا ستة بوصات، هنا الصاله متكامله بغرف خلع ملابس للمدربين للفرقه الرياضيه كامله، صاله متكامله جدا، نخش مجمع ملاعب السكواش، تمام ملاعب السكواش كاملين بغرف خلع الملابس بمرفق ملحق بيها، صاله تنس طاوله في الجزء بتاع البدروم تحت. مكان بصراحه اللقطه معبره مؤثره جدا، عشنا قبل كده افتتاحات كتيره، النهارده يوم مميز بجد. كان بعد فتره طويله من زايد كانت لسه الشغل ما كانش فيها كتير، ظروف الكورونا زي ما احنا عارفين الفتره اللي فاتت، ربنا كرم الحمد لله. دي بدايه المرحله الثانيه اللي هي بتشمل 28 فدان ملحق بالصالات، مبنى اجتماعي شغالين فيه دلوقتي، ملحق ملعبين كره قدم. نرجع لمجمع الصالات ثاني، صاله الجمباز اللي واقفين على يميننا، صاله مجهزه باجهى احسن الاجهزه على مستوى العالم، معتمده من الاتحاد الدولي كلها، الصاله متكامله بكل خدماتها. المنطقه منطقه متكامله، يعني فيها اماكن لاولياء الامور يقعدوا، جلوس الاعضاء جميل قوي، في منافس خدميه ليهم، في التويلتس، بص مكان بصراحه اكثر من رائع. انا سعيد ان انا حضرت حاجه زي كده في النادي الاهلي على مدار 30 سنه فاتوا، والنادي الاهلي هو عودنا على كده بصراحه، عودنا كل يوم في جديد بصراحه. مجلس اداره يعني مش احنا موجودين في الاهلي، فعلا كل الشكر تقدير ليه انه وفر في ظل الظروف الصعبه جدا اللي مرت بيها البلاد الامكانيات ان نفتح هذا المجمع الجميل دوت.
يمكن كمان في نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى ان المكان ده بقاله شهر تجريبي شغال، ودي نقطه مهمه جدا للناس فاكره ان النهارده اول يوم بالنسبه للافتتاح. والنقطه الاقوى كمان ان يمكن لوحتين شرف متواجدين لمجلس اداره النادي الاهلي، لان مجلس اداره النادي الاهلي بينسب الحق لاصحابه مهما كانوا مهما الظروف. حطينا في اجواء الافتتين الطيبين جدا مجلس اداره النادي الاهلي يا سامحني. اول قرار كابتن محمود الجزاره في السابق المجلس السابق خدوا قرار نفتح الصالات استخدام تجريبي، ده حاجه جميله جدا، بنجرب ونشوف الدنيا والفرقه تتمرن، لو في مشاكل نعالجها الحمد لله. زي ما انت شايف الامور ماشيه كويس جدا. نيجي لموضوع لوحتين الشرف بقى، ده الاهلي. الاهلي دايما ما بينساش اي حد عمل حاجه. المباني دي والمنشا ده طلع في عهد المجلس السابق، فلازم الكلام ده يتقال، الكلام ده يتوثق. ما ينفعش بفتح النهارده يبقى اللي فتح النهارده هو اللي حط لوحه الشرف. دي كانت تعليمات كابتن محمود واضحه وصريحه، اعمل لوحتين شرف لكل مبنى. لو تفتكر اللقطه دي كانت موجوده فعلا على الصاله المغطاه في آل الجزيره. لو رحتوا سنه 92 هتلاقي اربع يفط، كل مجلس كان شارك في الصاله المغطاه اتحط لوحه ليه. هو ده الاهلي، ما بينساش حاجه خالص، الفضل لازم يعود لاصحابه، وده كان اصرار كابتن محمود على كده في لوحه الشرف. عشان كده هما لوحتين، الناس مستغربه ليه لوحتين، هما دورتين، دوره في مجلس السابق ودوره في المجلس الحالي. هو ده الاهلي. لقطتين، او يمكن هذكرك بحاجه اقول لك كمستشار هندسي وعضو للنادي الاهلي، انت النهارده شايف باللقطتين، شايف النهارده كمستشار هندسي لمجلس الاداره الشغل الكبير، وكعضو النادي الاهلي النهارده شايف ايه وشايف فرحه الاعضاء ازاي من الحدث الرائع والاكثر معرضه سبب؟ بص حضرتك الاعضاء حاسين بالمجهود اللي بيبذل بصراحه، لان المستوى اللي باين حاجه مبهره. انا اولادي اتمنى لو كانوا في السن الصغير وكده يجي يلعبوا يعني يلحقوا الكلام ده. نفتكر اهل الجزيره كانت خيمه، فالنهارده بقى عندنا صالات، صالات مكيفه على احدث مستوى بكل كمالياتها بكل خدماتها. لا بص حاجه الاهلي بصراحه في مكان تاني بجد، منظر الصالات حتى بقى فيه روح اللي احنا ماشيين عليها، اللون الاحمر مع اللون الرصاصي بقى فيه كده ايه تاتش كده للاهلي مميز. اما تعدي اسوار النادي الاهلي على فكره الفتره الجايه في اسوار الشيخ زايد باماكن زار للشيخ زايد، الجزء ورا ده ان شاء الله تيجي تسجله معانا ان شاء الله المسجد. بص كابتن محمود حط خطه انشائيه الفتره الجايه، زايد هو ليه نصيب الاسد من الاعمال الانشائيه الفتره الجايه. مهمة، الجمهور طماع، بناخد بطولة عايزين البطولة اللي بعدها، عضو النادي الاهلي بنشوف الافتتاح عايزين افتتاح بعد كده، نطمن الناس ان لسه الشيخ زايد هيكون فيه حاجات هتسعد كل اعضاء النادي الاهلي الفترة اللي جاية. كابتن محمود اجل الزهر اول ما نخلص الموضوع صفحة واتقلبت، سامح هنبدا امتى؟ هنفتح امتى؟ ايه اللي جاي؟ بص حضرتك هو ده النادي الاهلي، احنا بنفتح ونسلم الناس تشتغل تستمتع بالاماكن، ايه اللي جاي؟ هو ده على طول، هو ده الاهلي كده اتعودنا على كده، انا بقالي 30 سنه في النادي هو ده اللي شغالين عليه، فتعودنا على السيستم ده خلاص، فمش جديد. يعني ما قلت لك كابتن محمود اخبار المسجد ايه؟ كابتن احنا فاتحين سامح المسجد اخباره ايه؟ هو ده الاهلي دايما، هو حريص على الاعضاء ويقدم خدمه للاعضاء. المجلس اداره الاهلي مجلس فعلا بيحترم العضو بتاعه بجد، بدليل ان انت احنا معلقين 18 لوحه شرف لحد النهارده في الاربع سنين، دي ما كانتش بتحصل قبل كده. احنا كنا يعني اقصى حاجه اقصى امنيتنا نحلق لوحه في الاربع سنين. انا كان من سعداء الحظ ان انا حضرت الكلام ده في الاربع سنين دوت، وربنا كرمنا وكرم المجلس وكرمني على المستوى الشخصي ان انا اشوف الحدث ده. اخيرا سامح بيه يعني رساله من حضرتك لكل واحد شارك وساهم ونجح المشروع الرائع ده اللي فعلا الحقيقه يليق باسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. بص حضرتك اللي قدامنا دوت ده مش فرد، دي مجموعه متكامله من اصغر واحد لاكبر واحد. بوجه شكر لكل الناس اللي ساهمت في المشروع دوت، من العامل للمهندس لمدير المشروع لمجلس اداره، هي مجموعه متكامله في نتيجه في الاخر. والحمد لله انا شايف النتيجه مرضيه جدا جدا لينا ولاعضاء النادي الاهلي، وان شاء الله اللي جاي احنا هنتقابل كمان شهر ان شاء الله باذن الله في مكان تاني، شهر بتاعي ان شاء الله، وتنورونا افتتاح جديد ان شاء الله. نورتونا نورتونا، شكرا ليك يا فندم. كل الشكر والتقدير الحقيقه للمهندس سامح كامل طبعا المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي على المجهود الرائع الحقيقه اللي بذل خلال الايام الماضيه، تكاتف كبير جدا، روح الفانيله الحمراء دي متواجده في مجلس الاداره وفي كل من واحد يعمل في مشروع سواء في نادي الاهلي الجزيره، الشيخ زايد، كمان مدينه نصر، ولسه كمان التجمع الخامس. يا رب ان شاء الله تستمر الانتصارات زي ما بنقول لفريق الكره، ويستمر كمان الطفره الانشائيه الرائعه والمميزه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره الحقيقه بروح الفانيله الحمراء، مجلس اداره هدف واحد هو اسعاد الجمهور واسعاد كل عضو جمعيه عموميه داخل النادي الاهلي، مجهود اكثر من رائع الحقيقه. يعني ابخت بقى اعضاء النادي الاهلي النهارده طبعا بالحدث الرائع والمنشاه الرائعه جدا دي، والقادم ان شاء الله يكون افضل لكل النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا طبعا زميل عزيز كريم احمد من داخل نادي الاهلي الشيخ زايد، والصوره الحقيقه ما يعني ما بتكذبش، بتتكلم على انجاز كبير جدا. وخد بال حضرتك انه الاهلي بيقدم نموذج، يعني انا اتمنى الحقيقه انه الانديه المصريه تبص للخطوات ومنهج عمل النادي الاهلي
وبدل ما احنا مشغولين بقى في حرب كلاميه ملهاش معنى، وبدل ما احنا مشدودين لحته بعيدا تماما عن الرياضه وعن الروح الرياضيه، نبص ونشتغل. حرب الكلام دي لو اتحولت لغيره ورغبه في تحقيق انجازات زي ما النادي الاهلي بيعمل، المنظومه الرياضيه كلها في مصر هتتنقل في حته ثانيه. احنا بنتكلم، مشكلتنا ان احنا بنتكلم اكتر من ما بنشتغل. وتاني باكد انه السؤال دايما اللي بيجي، يعني انا على مدار يمكن سنتين تقريبا في قناه النادي الاهلي شفت كم من الانجازات على مستوى التطوير وعلى مستوى البنيه التحتيه وعلى اسم كيان كبير جدا بيكبر يوم بعد يوم، وعلى رغبه شديده جدا. يعني الناس ما بتكتفيش الحقيقه، يعني سواء المجلس السابق او المجلس الحالي ما اعتقدش ابدا ان هم مع اي انجاز تحس انه الريتم هدي، لا بالعكس بيبقى في رغبه انه يبقى في انجازات ثانيه. وده شفته انا بيترجم على ارض الواقع في حاجات كتيره جدا، وبرده في نفس الوقت وفي نفس السياق وبالتوازي يعني زي ما بيقولوا كده، الاهلي الحقيقه ماشي في مجال الرياضه كاحسن ما يكون على كل مستوى، كل الرياضات، رياضات او العاب فرديه، العاب جماعيه، فريق كره القدم طبعا حدث ولا حرج، الهاندبول، الفولي بول، الباسكت، كل الفرق طبعا، ابطال الاهلي في كل الرياضات الحقيقه لا يكل ولا يمل عن تحقيق الانجازات. فارجو الحقيقه انه يعني لما يبقى عندنا حاجه ناجحه زي دي نبص لها بعين الاعجاب مش بعين الحسد، نبص لها بعين ان احنا عايزين يبقى عندنا رغبه في ان احنا كمان نتحرك لقدام، بدل ما احنا بنحاول نعطل ونكسر في مشوار ناجح زي مشوار النادي الاهلي. كنت وانا بعرض التغطيه بتاعت السادسه النهارده البونز ليجا، كنت عرضت لحضراتكم ماتش بروسيا دورتموند وبوخم. انا لفت نظري الحقيقه موقف كده يعني من اتحاد الكره الالماني تحديدا. في طبعا لاعب انا شخصيا معجب بيه جدا اسمه جود بيلينغهام، بيلعب في بروسيا دورتموند، وده واحد من اللعيبه اللي هيبقى من الاسماء الكبيره جدا في اوروبا وفي العالم كله في خلال سنه او سنتين لو استمر يعني على نفس المستوى اللي هو بيقدمه. بعد مباراه القمه بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، المباراه دي انتهت 3-2 لصالح البايرن، وكان في ضربه جزاء لبروسيا دورتموند كانت مسار شك والحكم ما رجعش فيها للفار، واثارت كلام كتيره جدا بعد المباراه، وخصوصا انه الحكم حسب ضربه جزاء ثانيه لبايرن ميونخ اقل وضوحا، يعني انا هقول اقل وضوحا من اللعبه اللي هي بتاعت بروسيا دورتموند. فانتهت النتيجه، وكانت ضربه الجزاء بتاعت بايرن هي اللي حسمت نتيجه المباراه، وحضراتكم عارفين ان الفرقتين دول بينهم منافسه كبيره جدا على الدوري السنه دي، وهم خلينا نقول على مدار السنين الاخيره كلها هم اكبر فرقتين في المانيا، فالمنافسه في اي بطوله دايما بتبقى بينهم وبين بعض. بعد المباراه دي جود بيلينغهام ده راح في تصريحات تلفزيونيه يعني علق على حكم المباراه فيليكس زواير. فيليكس زواير كان متهم وثبتت ادانته في 2005 بالتلاعب في نتيجه المباراه، وتم ايقافه عن التحكيم لمده 6 شهور. ده امر واقع. فالراجل قال ايه؟ الراجل قال انك انت تدي مباراه القمه، اكبر مباراه كره قدم في المانيا، ودي حقيقه، نتكلم على بايرن وعلى بروسيا دورتموند، لحكم متهم بالتلاعب في النتائج، ودي برضو حقيقه لانه ده حصل وتم ايقاف الراجل 6 شهور عن تحكيم مباريات في الدوري الالماني، فماذا تنتظر؟ ده الكلام اللي قاله جود بيلينغهام. فكان القرار من الاتحاد الالماني انه يتم معاقبه بيلينغهام بغرامه قدرها 40,000 يورو بسبب التعليق ده، على الرغم من انه الراجل ما قالش حاجه تنافي الواقع، يعني ما قالش حاجه، ما شككش في الذمم، ما دخلش في النوايا، ما وجهش اهانه او شتيمه من اي نوع لاي طرف من الاطراف. الراجل ذكر وقائع، قال مباراه اكبر مباراه في الدوري الالماني مباراه القمه، وقال حكم تم اتهامه بالتلاعب في نتائج المباراه، وده حصل بالفعل، فماذا تنتظر؟ ده كان تعليقه وده كان كلامه. دي المباراه اللي بقول لحضراتكم عليها الاسبوع اللي فات اللي كانت بين بايرن وبروسيا دورتموند. فما كان من الاتحاد الالماني الا ان هو قرر انه يعاقب جود بيلينغهام بغرامه قدرها كام؟ 40,000 يورو، نتكلم في مبلغ تقريبا يقترب من المليون جنيه، او قول مليون الا ربع يعني عشان نبقى بنتكلم بدقه. عشان ايه؟ عشان حاجات كتيره جدا، اولها انه مش من حق حد يوجه اتهامات مرسله بدون دليل، ده واحد. نمره 2 انه في هبه للتحكيم او هبه للحكام
حتى وان كان الحكم ادين في واقعه سابقه تمت ادانته بانه كان سبب، انا ما اعرفش طبعا واقعه 2005 تفاصيلها ايه، انا كل اللي اعرفه ان الراجل بعد الواقعه دي تم ايقافه عن التحكيم لمده 6 شهور، وده في حد ذاته دليل ادانه. لكن في النهايه احنا عندنا هنا في مصر الناس بتتكلم والناس بتهاجم والناس بتشتم والناس بتلعن، والناس بقت بتوصل مرحله انها بتخش في نوايا الناس وتصدر احكام، الناس بقت بتخش تشكك في ذمم الناس بدون اي دليل قاطع، ومع ذلك لا في حد بيحاسب ولا في حد بيتكلم ولا في حد، وخصوصا الحقيقه في وسائل الاعلام اللي طول النهار نهارا جهارا معديه في اشاعات ومعديه في اخبار تثير الفتن ومعديه في هجوم على اشخاص واستهداف اشخاص، وكلام الحقيقه بقى في المنظومه وخصوصا الاعلام الرياضي خارج تماما عن السيطره. فاكر من شهور مش بعيده قوي صدر ميثاق شرف اعلامي وتم التنبيه على كل القنوات العامله وخصوصا الاعلام الرياضي بالالتزام بيه، انا بعتقد ان اللي بيحصل على الشاشات النهارده اعتقد خارج كل الاطر او الحاجات المتعارف عليها او الحاجات اللي مش هتكلم هنا على قواعد او على بنود ميثاق شرف، هتكلم هنا على اصول اتعلمناها وطلعنا عليها واحنا من بدايات خالص بنطلع على شاشه وبنفهم يعني ايه مسؤوليه مخاطبه راي عام، وبنفهم يعني ايه ان احنا قد ايه ممكن ناثر في الجماهير. الناس اصبحت غير مدركه او غير مستوعبه ومش مركزه غير في فكره الترند ونسبه المشاهده، حتى ده لو كان على جثه الروح الرياضيه والاخلاق الرياضيه وحاجات كتيره جدا للاسف نسيناها. طيب روح لكاس العرب، طبعا مباراه تونس مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه جدا. بالمناسبه الاتحاد التونسي خاطب مين؟ خاطب الفيفا، بما انه الفيفا هو المسؤول عن بطوله كاس العرب والبطوله بتقام تحت رعايته، فهو خاطب الفيفا بخصوص مباراه مصر. طالب ايه في الخطاب ده؟ طالب انه يتم، انتوا عارفين طبعا الجاليه المصريه في اي دوله عربيه وخصوصا في قطر، ويمكن ظهر ده في ماتشات المنتخب المصري قد ايه كثافه حضور الجماهير المصريه. فالاتحاد التونسي قال نسبق وطلب من الفيفا انه يخصص نسبه 50% من المدرجات ملعب مباراه مصر وتونس للجماهير التونسيه، بصرف النظر طبعا اذا كانت الجماهير التونسيه هيكون عندها القدره انها تملى المدرجات دي ولا لا، بس ما فيش مانع انه حتى لو الجماهير التونسيه ما قدرتش تملى المدرجات فان احنا نمنع مصر من انه يبقى ليها حضور جماهيري اكبر، لكن انا متاكد ان شاء الله انه جماهير الكره المصريه هتشرفنا ان شاء الله في مباراه تونس. نيجي للمكاسب بقى والفوائد، دي نقطه مهمه جدا. انا عارف انه ناس كتيره جدا بتتكلم على اختيارات كارلوس كيروش، وناس كتيره جدا بتتكلم على قناعات الراجل باسماء بعينها، يعني في ناس كتير مثلا بتشوف انه، وخلينا نسال نفسنا بمنتهى الصراحه، حد مثلا زي مروان حمدي ظالم ولا مظلوم؟ جاني ولا مجني عليه؟ انا في ظني وفي تقديري انه الراجل الحقيقه مظلوم، يعني اللي يحاسب على المسؤوليه الكبيره جدا اللي اتحطت على كتاف مروان حمدي هو كارلوس كيروش مش الراجل. الراجل اي لعيب في مصر اي مهاجم في مصر يتمنى يكون المهاجم الاساسي للمنتخب، وبالتالي كارلوس كيروش شاف في مروان حمدي انه الاحق او الاقدر. تختلف بقى تتفق تشوف في مروان حمدي الامكانيات انه يكون مهاجم منتخب مصر الاساسي، او تختلف مع ده وتشوف انه مش ما يستحقش اساسا يكون موجود في تشكيله المنتخب مش حتى على الدكه، دي حاجه بتاعتك انت، لكن في النهايه الراجل اداله الفرصه وبالتالي هو ما يقدرش يرفضها. النقطه هنا الحقيقه مع مستر كارلوس كيروش في رؤيه الراجل، يعني انا بيتهيالي ان جزء كبير جدا من نجاحات الراجل مع منتخب مصر مش فكرة الوصول للدور قبل النهائي في بطولة كأس العرب، التحدي الحقيقي اللي ممكن تقيس أو تقيم عليه مدى نجاح كارلوس كيروش مع منتخب مصر هو بداية بطولة أمم أفريقيا. والتحدي الأساسي بقى مش الحقيقي أمم أفريقيا، الأساسي والأهم هو قدرته على الوصول بمنتخب مصر لكأس العالم، ده بالنسبة لي التقييم الحقيقي لكارلوس كيروش، لكن الراجل ممكن يكون باصص لبعيد. وهنا أنا بقصد إنه ما ننكرش، ما حدش يقدر ينكر إنه الراجل وسع بشكل كبير جدا وبشكل غير تقليدي قماشة اللعيبة اللي موجودة مع المنتخب، والمنتخب كسب عدد من الأسماء في البطولة دي أعتقد ممكن تراهن عليهم في المستقبل القريب جدا في بطولة أفريقيا، ممكن تراهن في بطولة حتى في مشوار كأس العالم مع عودة المحترفين. أنا بكلمكم على لعيبة بقيمة صلاح والنني وإن شاء الله تريزيجيه إن شاء الله بإذن الله يكون وصل لفورمه كويسه، مرموش ومصطفى محمد كلهم لعيبه محدش يقدر يختلف على امكانياتهم،
لكن برضو ما تقدرش تنكر انه في لعيبه زي مثلا احمد رفعت، زي حسين فيصل، زي عمر كمال. اللعيبه دي اعتقد انها لما جت لها الفرصه استغلتها كاحسن ما يكون، واثبتت انها تستحق انها تكون لعيبه دوليه وتشارك مع منتخب مصر، وكلهم اجادوا الحقيقه على حسب الفرصه اللي اتيحت ليهم. شايف انه مثلا رفعت لو خد كمان زياده، وانا ناديت برفعت من ايام كابتن حسام بدري كتير جدا، ومش بس رفعت، ومصطفى فتحي واحمد سمير من طلائع الجيش، قلت وحسين الشحات، وقلت كمان احمد عبد القادر. اللعيبه دي تستحق انها تكون، وخصوصا في بطوله زي دي بيغيب عنك فيها اللعيبه المحترفه، وبالتالي من حق اللعيبه دي انها كانت تاخد فرصه. لكن في النهايه راجل بيقيم، وعنده، انا عارف طبعا من جوه المنتخب انه الراجل الارقام بالنسبه له، ارقام اللعيبه في الملعب يعني، هي العامل الاساسي في اختياره للاسماء اللي موجوده معاه، مش اسم النادي ومش السي في بتاع اللعيب ومش مشواره مع المنتخب الوطني. واللي يدلل على الكلام ده انه في اسماء كبيره جدا كنا نظن انها حاجزه مكانها بشكل اساسي في المنتخب المصري، غابت مثلا في بطوله زي بطوله كاس العرب، ورغم كده الراجل ما جازفش او ما خاطرش بانه ياخد الاسماء دي معاه، وقرر ان هو يستبعدها، رغم انه ده اثار حاله جدل وغضب شديده جدا عليه في وقت من الاوقات. لكن مع كل خطوه بياخدها وبيتقدم في البطوله وبتزداد وتيره او كيرف المنتخب بيعلى بشكل ما، يعني انت ابتديت البطوله قدام لبنان ما كنتش في احسن حالاتك، قدمت مباراه كويسه قدام السودان وعملت فيها سكور عالي جدا وكسبت 5، بس الناس قالت لك اصل السودان مش الخصم اللي تقدر تقيم على اساسه مستوى المنتخب الوطني. تمام، رحنا للجزائر لعبنا شوط اول متوسط، لكن الشوط الثاني قدمنا فيه اداء اكتر من رائع. جيت للاردن، مباراه كانت ظروفها صعبه، بدايتك غير موفقه، اتاخرت بجول، نزلت بالشوط الثاني لا، شخصيه المنتخب واضحه، والثالث والرابع في فوارق كبيره جدا بتاكد على قدرات وامكانيات المنتخب المصري. طيب هرجع مع حضراتكم لمنتخب ثاني، معانا الاستاذ اسامه السويسي طبعا الناقد الرياضي من قطر بيتابع البطوله، وخلينا نعرف كده الاجواء والاستعدادات النهارده. المنتخب خليني اقول لكم كان راحه، مستر كيلو شد راحه، حاسس انه اللعيبه مجهده جدا فاداهم راحه، مفيش تمرين النهارده، وبكره المنتخب الوطني ان شاء الله يرجع يستأنف تدريباته. خلينا ناخد استاذ اسامه السويسي طبعا الناقد الرياضي من قطر. مساء الخير يا استاذ اسامه. مساء الخير استاذ احمد عليك وعلى كل مشاهدي شاشه البيت الكبير، بيتنا الكبير قناه النادي الاهلي. اهلا بيك، خلينا نطمن منك على منتخبنا وعلى يعني مرحله التحضير والاستعداد لمباراه في منتهى الاهميه امام المنتخب التونسي ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي، ومش بس منتخب مصر كمان، حابب اتكلم معاك اكتر عن المنتخب التونسي بس بعد ما اطمن على البعثه عندنا ان شاء الله باذن الله. بدايه زي ما انت ذكرت النهارده مستر كارلوس كيروش اعطى الفريق راحه علشان خاطر تواصل التدريبات والمباريات، ما كانش في وقت في الفترة اللي فاتت، ودي فرصة لالتقاط الأنفاس، خصوصا إن المنتخب للأسف الشديد هو أكثر منتخب تعرض لإصابات في البطولة، وفقدنا كلنا عارفين أيمن أشرف، وغاب عن الفريق مجدي قفشة مباراة، وأحمد حجازي مباراة، بالإضافة إلى آخر إصابتين من امبارح كانوا محمد الشناوي وحمدي فتحي. برضه عايزين نطمن الجماهير إن الاثنين اتعملت لهم أشعة، والاثنين ثبت بالفعل ان هم اصاباتهم عباره عن اجهاد وليس شد، تمام، في العضله الخلفيه، وباذن الله ان شاء الله الاثنين في محاولات لتاهلهم للمباراه اللي لسه هتكون يوم الاربعاء. باذن الله نتمنى لكل لعيبه منتخب مصر السلامه، ويكونوا جاهزين لمباراه هي مباراه من العيار الثقيل، ديربي افريقي قوي جدا. ان شاء الله منتخبنا الوطني يكون عند حسن الظن، ونتمنى ان شاء الله ان تكون من البدايه التركيز اعلى من المباريات اللي فاتت، لان شفنا في المباريات اللي فاتت ان التركيز في بدايه المباريات في بعض المباريات ما بيبقاش بالشكل المطلوب، ولكن نتمنى ان شاء الله ان المباراه دي يكون التركيز فيها كامل من بدايه المباراه للنهايه، لان المنافس منافس مش سهل ومنافس خطير جدا. طيب انت كلمتني عن الشناوي وعن حمدي، الوضع ايه بالنسبه لحجازي وبالنسبه لايمن، وهل في امكانيه
ان هم يلحقوا مباراه تونس، ولا مباراه تونس هتكون يعني مش داخله في الحسابات بالنسبه لهم، يعني بالنسبه لايمن وحجازي؟ لا، ايمن للاسف الشديد ايمن اصابته على مستوى الركبه، وهي جزع في رباط الركبه، والجزع في في الركبه بياخد وقت طويل للعلاج يعني. اعتقد ان ايمن احتمالات غيابه كمان عن الاهلي في مباراه السوبر كبيره. أيوة. للاسف الشديد، لانه نتمنى له السلامه طبعا، شعر بالالم في المباراه. نتمنى له السلامه، وحاول، لانه طبعا انت شايف اللعيبه بتلعب بمنتهى الروح بمنتهى القوه، عايزين يثبتوا جدارتهم بتمثيل منتخب مصر في المحفل العالمي الكبير، البطوله اللي بتقام لاول مره تحت مظلة الفيفا، البطولة اللي بتحضر تغطية عالمية واسعة الانتشار، البطولة اللي شفنا فيها مستويات رائعة، البطولة اللي شايفين فيها جمهور، ويمكن اللعيبة دي تحديدا الجيل بتاع منتخب مصر ده محروم من المساندة الجماهيرية، لأن الدوري عندنا دوري صامت، وحتى المباريات الدولية بيبقى العدد الحضور فيها عدد. طب ده الوضع بالنسبة لأيمن. بالنسبة لحجازي، بالنسبة لأحمد حجازي، هل في احتمال يكون جاهز؟ أحمد حجازي حسب الاخبار اللي طالعه بتقول ان هو في امل، في امل ان شاء الله ان يكون جاهز للمباراه، لان احمد حجازي برضه عنصر مهم جدا، عنصر خبره ثقيل جدا في خط الدفاع، وشفنا تاثيره كان عامل ازاي في المباراه اللي فاتت قدام منتخب الاردن. نتمنى له السلامه، وان شاء الله نتمنى انه يلحق بالفريق في المباراه اللي جايه. طب عايزك تكلمني على اخبار المنتخب التونسي ومدى جاهزيته للمباراه، هل بيعاني من غيابات في المباراه المنتظره قدام منتخب مصر؟ هو المنتخب التونسي يعني غياباته غيابات مؤثره جدا على صعيد خط الدفاع. ايمن فلوسي اللي كان مصيب بكورونا ولعب مباراه واحده بس، او حتى علي معلول نجمنا ونجم النادي الاهلي الظهير الايسر اللي برضه ما زال مشاركته في مباراه مصر القادمه برضه محل شك كبير جدا، ويحسب للجهاز الفني لمنتخب تونس انه مش عاوز يغامر بعلي معلول، وعاوز يتاكد من سلامته بنسبه 100% علشان يلعب في المباريات، ما يضحيش بيه ويتحامل على نفسه. المنتخب التونسي رغم ان هو بيفتقد لواحد من اهم العناصر بتاعته اللي هو وهبي القذري المحترف في اوروبا، ولكن العناصر اللي موجوده برضه بتمتلك الخبرات الكبيره جدا والخبرات المؤثره، لا يجب الاستهانه بالمباراه، ويجب التعامل معاها بمنتهى القوه ومنتهى التركيز من الدقيقه الاولى زي ما قلت لحضرتك استاذ احمد. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لمنتخبنا، ان شاء الله نتواصل معاك ونعرف الاخبار على مدار اليومين اللي جايين قبل المباراه المنتظره. واكد مره ثانيه انه واحد برضو من اهم المكاسب هي فكره انه البطوله المجمعه، المساحه اللي اشتغل فيها مستر كارلوس كيروش مع لعيبته، والمساحه اللي يعيش فيها لعيبه منتخب مصر مع بعضهم لفتره طويله، بالتاكيد بتزيد من حاله اللعبه الجماعي، من حاله الانسجام بين اللعيبه وبين بعضها، وده مهم جدا قبل مرحله مهمه جدا هي بطوله كاس امم افريقيا، وبين كمان بعدها هيكون بعدها يمكن باقل من شهر المواجهتين المنتظرتين في تصفيات كاس العالم المرحله النهائيه امام المنتخب اكس اللي احنا لسه طبعا ما عرفناهوش. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم مع ضيفنا نجم النادي الاهلي السابق كابتن عبد الله جلال، هيكون ضيف علينا في السادسه بعد الفاصل. لما تبص للبطوله كده اجمالا تحس انه مستوى المنتخب الوطني بيتطور وبيتحسن مباراه بعد مباراه، يعني مباراه لبنان كان الكيرف مش في احسن احواله، السودان الكيرف طلع شويه، اعتقد ان الجزائر كانت واحده من افضل المباريات اللي قدمها منتخب مصر مش بس في البطوله لكن في الفتره الاخيره كلها، وامبارح العوده قدام الاردن كمان بتقول ان المنتخب جاي وان شاء الله باذن الله افضل لم ياتي بعد، رغم صعوبه المواجهه دور قبل نهائي تونس ديربي من ديربيات شمال افريقيا. خلينا نتكلم اكتر عن مشوار المنتخب ومرحله مستر كارلوس كيروش مع واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن عبد الله جلال، طبعا ضيفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن. مساء النور، نور الدنيا. نورك. مبروك تاهل منتخب مصر قبل النهائي. اكيد مبروك للشعب المصري كله، اكيد مبروك يعني، مبروك لحضرتك برضو، ومبروك للشعب المصري والمنتخب مصر ان هو مقدم صوره كويسه لمصر بالعموم في بطوله مهمه، البطوله العربيه دي بتجمع كوكبه كبيره طبعا في اللعيبه العرب، واعتقد ان المنتخب مشرفنا لغايه دلوقتي. كنت متوقع المنتخب يوصل لقبل النهائي من بدايه البطوله؟
لا متوقع ان شاء الله انه يبعد او يوصل لابعد أبعد من كده، يعني في ابعد من كده ان شاء الله. ده الاداء اللي شجعك يعني، المستوى اللي ظهر بيه المنتخب هو اللي شجعك تقول كده، ولا انت كنت حاسس بده من قبل البطوله ما تبتدي؟ لا من قبل البطوله كلام كتير يعني، في ناس ماشيه مع مستر كروش موافقه معاه على اختياراته، في ناس في الجهه في الجهه المضاده، فكل ده بيخليك يعني ممكن مثلا مره تاخد القرار ان انت مثلا لا المنتخب هيأدي وهيبقى كويس. وانت مع مين في دول؟ انت مع الناس؟ لا انا مؤيد على طول، انا متفائل على طول الحمد لله. لا انا مؤيد على طول مع الراجل يعني. دايما دايما اي مدير فني بيبقى عايز الاحسن، عايز الصالح العام، مفيش مدير فني بيدور على المصلحه الخاصه ليه هو من خلال اختيارات معينه او حد املاءات تبقى موجوده خارجيه عليه وهيجي يقول لك ايه انا عاوز المصلحه العامه. لا المدير الفني دايما بيبص على مصلحته، مصلحته ان هو المنتخب يبقى في القمه وفي ابعد جاهزيه وفي اتم جاهزيه وفي ابعد مكان، هو ده اللي هيوصلك ان هيتكلم عليك يعني، يوصلك للمصلحه الخاصه بتاعتك دي اللي هتوصلنا بقى، لان انت المدير كراي مجمل ان الواحد متفائل دايما ان انت لازم تقدم الافضل للمنتخب. بس 70% خليني اكلمك دايما عن مشكله البدايات. هرجع لقصه الاختيارات دي وهرجع طبعا للتشكيل المنتظر. هل تتوقع ان يبقى في اصرار برضو انه يلعب بنفس الطريقه التشكيله؟ بس خليني اسالك على مشكله البدايات. 70 80% من ماتشات منتخب مصر اللي لعبها مع مستر كيروش كانت دايما فيها مشكله في البدايات، كانت دايما المستوى الحقيقي لمنتخب مصر ما بيظهرش الا بعد ما يكون عدى شوط كامل او بعد ما نكون اتاخرنا بهدف. حصل ده حتى في اخر ماتشين قدام الجزائر، قدمنا شوط يعني مش احسن حاجه ممكنه واستقبلنا فيه هدف، وبعد الهدف ابتدينا نحس ان منتخب مصر جه المباراه. برضو امبارح في مباراه الاردن قدمنا شوط اول يعني ما كانش احسن حاجه في الدنيا، وبعد ما دخل فينا هدف وتقدمت الاردن لعبنا شوط اخر الشوط الاول طبعا اتعادلنا، اعتقد تعادل جول مروان طبعا فرق معانا كتير، اخيرا مروان سجل. والشوط الثاني شفنا يعني الشخصيه الحقيقيه لمنتخب مصر. ايه قصه البدايات مع كيروش؟ البدايات مش مع كيروش بس يعني، هي دي آفة موجودة في اللعيب المصري عامة، موجودة في اللعيب المصري عامة، ان هو ايه دايما البدايات عند اللعيب المصري بيبقى رد فعل مش فعل. يعني ممكن يبقى التهيئة والأجواء من الجهاز الفني للعيب بتوصله ان هو مثلا يبقى عليه مثلا ضغوطات، فالضغوطات دي ما بتحررش منها او بتبقى ملازماه اول 10 دقايق انه يستكشف، وممكن تطول معاه يعني. انت لسه بنتكلم دلوقتي، انت خدت شوط مثلا كامل في ماتش زي الجزائر، او خدت مثلا الماتش اللي فات برضو خدت وقت من الشوط الاولاني. اللاعب المصري دايما ما بيدخلش في الاجواء بتاعه المباراه بسرعه، بسبب ان هو بيفضل محمل نفسه الضغوطات، او ربع ساعه ضغوطات بتبقى عاليه يعني بيقلبها بناحيه سلبيه اكتر، بدل ما ياخدها ايجابيه ان هو يخش في الجيم بسرعه ويوصل يعني لاسرع حاجه. يعني انت متوقع ده يحصل في ماتش تونس كمان؟ لا الماتش تونس انت خلاص الريتم عالي، فالمفروض احنا قلنا انه عالي بعد الجزائر يا كابتن عبد الله، يعني هو كان في اعلى من الشوط الثاني قدام الجزائر. لا هو القصه، طب ما اقول لحضرتك حاجه، القصه كلها برضو المصريين ما اتبسطوش بصداره المجموعه، وما اتبسطوش بقصه الانذارات زي ما اتبسطوا بالروح اللي حسوها موجوده في لعيبه منتخب مصر. الروح دلوقتي موجوده، الروح يعني انا عايز اقول انا مش موجود معاهم، بس في كلام بيجي لي من اللعيبه اصحابي طبعا موجودين في منتخب مصر في الوقت الحالي. لا الروح كويسه، روح متجانسه غير قبل كده. قبل كده كان في تفرقه، واحنا اتكلمنا في حلقات سابقه قبل كده ان في تفرقه بين اهلي وزمالك، وده بيلعب في نادي تاني مع احترام كل الانديه. لا التفرقه دي مش موجوده دلوقتي، في حاجه اسمها روح الجماعه شغالين بيها، ودي بتظهر دايما دايما على مدار مسيرة المنتخبات أو منتخب مصر مع كل المديرين الفنيين أو الأجهزة الفنية اللي مسكت المنتخبات، بتظهر الروح دي دايما في البطولات المجمعة، ما بتظهرش في الماتشات الفردية أو في التصفيات. دايما الحاجات السلبيات بتظهر في الماتشات اللي هي الفردية، هتلاقي مع احترامي الكامل للصحافة إن هي بتظهر السلبيات، لكن في البطولات المجمعة وطالما الريتم كمان والنتائج إيجابية محدش بيتكلم على أي سلبيات، هتلاقي دايما بنتكلم زي ما احنا بنتكلم كده إن الروح مجمعة كل اللعيبة، أهلي زمالك إسماعيلي إنبي كل الموجود في يوتشر، كل اللعيبة اللي موجودة هتلاقيهم روح واحدة متجانسين.
فكر واحد، عايزين يوصلوا لهدف واحد، فده اللي بيميز الروح الجماعيه اللي موجوده جوه المنتخب. تونس اصعب ولا الجزائر؟ لا الجزائر طبعا. الجزائر اصعب. الجزائر. انا اتفرجت على الفرقتين. يعني بعيد عن البطوله، الفرقتين في حتى في التصفيات او في الوقت اللي فات كله، لا الجزائر عنده يعني حتى بصيت في السكواد اللي موجود، اللي مش موجودين وده بالنسبه له يعني كصف ثاني اللي هو الموجود دلوقتي في البطوله. أيوه. فرقه قوي. وده شفناه برضو في الماتش بتاعنا في المجموعه. لكن تونس يعتبر نسبه 70-80% هو الموجود دلوقتي، هو اللي بيلعب في التصفيات، وهو ده القوام الاساسي بتاعه في ومع في كده شايف انه الجزائر اقوى من تونس؟ اقوى، لان حتى السكواد اللي مش موجود اقوى من اللي موجود دلوقتي حاليا. متوقع مفاجاه من مستر كيروش في مواجهه تونس، ولا متوقع يلعب بنفس الطريقه ونفس الاسماء نفس التشكيل؟ اعتقد في ممكن مفاجاه، لان انت برضو بتتكلم في ان يعني هرجع لحته بسيطه بس صغيره، ان اللي بيعاني دلوقتي مع مستر كروش او بيخلي مستر كروش الى حد ما يعاني برضو في حته التشكيل والطريقه، ان لعيبه الاهلي بتدفع ضريبه انها ضغط المباريات بتاعت الدوري. وده اللي بيظهر، ان الماتشات اللي فاتت لعيبه الاهلي هي اللي يعتبر هي اللي بتتصاب، مفيش حد تاني من المنتخب هو اللي بيحصل له اي حاجه. حجازي بس عشان ما حدش يقول لك ما فيش يعني حد يعني معلش برضه ولا حجازي برضه يتحسب برضه يعتبر اهلاوي برضه مننا برضه فده اللي ممكن تتكلم فيه. لكن حته ان مفاجات، لا انا بالنسبه لنا طب احنا كل اللعيبه بتنزل بتادي، وكله كل اللي بيطلب منه بينزل، حتى تغييرات برضه بينزل بيادي وبيظهر بشكل كويس. نص منتخب تونس تقريبا بيلعب في الدوري المصري. يعني فخر الدين بن يوسف، جزيري، علي معلول، فرجاني كان يعني برضو كان يعني مش غريب علينا، عارفينه وعارفين امكانياته وحافظين لعبه. المسلوسي نفس الحكايه، ده يصب في مصلحه المنتخب ويفرق مع اللعيب على ارض الملعب، وهو بيلعب فرقه يعني نصها بتلعب معاه في البطوله المحليه، هيدي اريحيه لعيبه المنتخب المصري زي ما حضرتك بتقول كده، ان انت دلوقتي انا لعيب نازل عارفه غير لعيب لسه بنزل هستكشف اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، اول 10 دقائق بستكشف اللعيب اللي قدامي. يعني انت لما بتنزل فرقه وقت، مهما شفت في المحاضرات ومهما المدير الفني يكلمك على 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 لعيبه او على فريق انت رايح تواجهه، انت برضو بتنزل ارض الملعب لسه بتستكشف، لازم استكشف، لازم تقرا اللي قدامك، لازم اقرا اللي قدامي، لان ممكن يكون برضو هو ليه مدير فني وليه بيتكلم معاه في متطلبات جديده طلبت منه. بالرغم ان انا ممكن اكون بتفرج عليه في الفيديو وحافظ تحركاته والمدير الفني محفظني تحركات اللاعب الخصم، الا ان برضو ممكن يحصل جديد، ممكن طريقه اللعب ممكن تتغير، ممكن التشكيل يتغير، ممكن يعني اي ظروف تجد ان تتغير القصه كلها جوه الجيم يعني. فده ممكن يعني حته ان انت بتلعب حد عارفه بتاثر شويه في حته ان انا استكشف او بتاثر الوقت اللي هو بتاع استكشاف الخصم. قريت فرقه تونس كويس في البطوله؟ يعني اتفرجت لها على ماتشات؟ شفت مستوى الفريق على مدار البطوله؟ اتفرجت على ماتش تقريبا موريتانيا كسبه في عمان تقريبا في النهائي كسبه. ده الدور الثمانيه. يعني فرقه كويسه. لا في ماتش في المجموعه برده كسبوه 4 تقريبا حاجه زي كده. كان تقريبا اول ماتش تقريبا. فرقه كويسه، فرقة منظمة، المربع الهجومي بالكامل بيتحرك كويس وبيخلق لنفسه مساحات، وطبعا عارفين سيف الدين الجزيري. فرويد مميز، فرويد مميز، بيعرف يتحرك وبيعرف يخلص من نص فرصة زي ما بيقولوا. اللعيبة الخبرة كمان اللي بتنزل برضو تغييرات زي اكتر برضو. لعيب في تونس من وجهة نظرك كابتن عبد الله، يعني مين العقل المفكر، مين اللي لو عطلته عطلت يعني القوة الضاربة في منتخب تونس؟ بص، هو مش حد معين، بس يعني ممكن مثلا لو انت عطلت تعطل يعني مسكني، ممكن مسكني. لو بيلعب اساسي الراجل طبعا ياسين الشيوخ لما بينزل برضو. برضو من اللعيبه برضو اللي كان في جيلي برضو بيلعب في منتخبات تونس ناشئين وشباب، فده لعيب مميز برضو حتى بالرغم وجوده برضو، الا انه عنده خبث ملعب. يمكن في هدف من الاهداف انا ركزت معاه جدا لما الكره طلعت لبره ناحيه 18، اللاعب اللي قاطع جوه في ال6 يارده هو ما بصش،
هو ادى ايحاء للناس كلها انه اللي هيلعب لتحت ولعبها بالعرض والراجل جه مكمل بكل سهوله. فده بيديني حلول عندهم ان مثلا اللعيبه اللي هي جايه من تحت دايما هي اللي بتخلق الفرص للفرود الاساسي. خلينا نسمع رايك في احمد ياسين. يعني انا شايف الصراحه الراجل بيأدي بشكل كويس، يعني ما يعني قطع على نفسه يعتبر نص الطريق زي ما بيقولوا كده، اللي هو ايه الرهبه بتاعت ان انت تلبس فانيله منتخب مصر وتمثل بلدك في اجواء مشابهه الى حد ما بطوله قويه كبيرة زي كاس العالم كده، فان انت تاثر على نفسك الطريق وتضيع الرهبه دي وبالذات في ماتش قوي زي ماتش الجزائر دي انا بحييه عليه الصراحه يعني. وبحيي اللي هو برضه هيئ له الجو ان هو لما ينزل يحط رجله في الملعب يثبت لنفسه لجماهير مصر كلها اللي بتتابع، وخاصه ان لعيب ما يكونش خارج من اهلي وزمالك وما عندوش حته مثلا المشاركات في افريقيا، فممكن تاخد معاه هزه جامده جدا. يعني ممكن يغلط غلط فادح الناس في مصر مش هترحمه. ايوه. لا صحافه ولا اعلام ولا حتى الجماهير نفسها. وفي نفس الوقت حته ان مستر كروش ان يعتمد عليه بقى شايف انه اللي ده بيغلط ما بيترحمش؟ في مصر. في مصر عامه يعني في مصر بتكلم بشكل خاص يعني في مصر ان الغلطه بفوره وبالذات المدافعين. انا بتكلم حتى انا بصفتي حتى مدافع ان في مصر عندنا حته المقياس او المعيار ان انا احط الغلط. انت رايح تمثل 100 مليون يا كابتن عبد الله. يعني مصر لما بتطلع خيره شبابها طلع 11 لعيب كوره لازم يبقوا 11 لعيب كوره يعني على الفرازه. 11 لعيب دي 11 لعيب لمنتخب مصر. احنا عندنا منتخب مصر 100 مليون ده الليفل اعلى ليفل عندك في مصر. فانا عشان امثله احنا عندنا دايما قاعده، يعني هي مش قاعده ولا حاجه بس احنا خليناها قاعده ثابته ان احنا لعيبه منتخب مصر لازم يكون اهلي زمالك وتيجي من بعد كده مثلا مع احترام لكل الانديه اسماعيلي وممكن حد بقى طفره في انديه جماهيريه. ده اللي احنا ورثناه كمان على مدار سنين. ايوه. وتيجي في الاساس كمان المحترفين. انت تيجي بتخلف القاعده دلوقتي مع مستر كروش وان انت بتاخد ناس مميزه في انديه برضه ملهاش قاعده جماهيريه برضه او لسه جديدة. مين عجبك من الاسماء اللي بره الصندوق اللي انت بتتكلم عليها؟ يعني مين يستحق انه يفضل مكمل مع منتخب مصر؟ والله انا شايف احمد ياسين من واقع ادائي يعني الصراحه، يعني شايف احمد ياسين، شايف احمد رفعت بيأدي بشكل كويس، ويا ريت يعني تمني ان مستر كروش ان يديله فرصه كامله اوسع شويه من الفرصه اللي هو بياخدها، بعيد عن الاهداف وبعيد ان هو لازم برضو ايه يعني يظهر نفسه بشكل اكبر في مساحه اوسع يعني. كان ممكن برضو يعني محمد شريف اعتقد ان هو برضو لو دخل ورجع في مكانه الطبيعي هيظهر بشكل احسن من كده. هو برضو حته يعني كان في كابتن احمد شهور من فتره كان بيعلق على ماتش من ماتشات الاهلي قال حاجه كويسه قوي ويمكن دي باينه وانا بشوفها برضو بشكل كويس واضحه لمحمد شريف ان هو حاطط نفسه تحت ضغوط الاختبار. وكابتن احمد شوبير قال حاجه كويسه، انت لعيب كبير فلازم تتعامل على ان انت لعيب كبير في منتخب مصر. منتخب مصر مش هيضم غير اللعيب الكبير. انت طالما لعيب كبير في النادي بتاعك فاكيد ان انت جيت هنا لعيب كبير في منتخب مصر، فلازم تتعامل على ان انت لعيب كبير مش لعيب صغير حد بيختبرك او الكلام ده كله. فدي حاطه ضغوطات على محمد شريف بجانب كمان ان هو بتغيير المركز من فرود لجناح، دي عامله له برضو حته ان هو برضو شاغل نفسه بحاجات. أيوة. بتطلعه بره الصندوق ان هو ما بيحطش. طب ما تحط لي التشكيل الامثل كده من وجهه نظرك في ماتش تونس. ماتش تونس طبعا حجازي مصاب. حجازي يعني في احتمال بس لو يعني حتى لو جهز تفتكر ممكن كيروش يديله من بدا يعني يديله من اول الماتش؟ هو برضه يعني مستر كيروش مش واضح في الحته دي اللي هو حته ان هو هل انا مثلا اللعيب المصاب ده بالنسبه لي لو مثلا في ريسك مثلا 10% 20% برضه هعتمد عليه لان انا ما زي المدرب اللي هو بيقول ايه ده من رجالتي اللي هو اعتمد عليه احسن من انا اغامر بحد تاني لعيب لسه ممكن بستكشفه يعني. فلو هو جاهز 100% طبعا حجازي والوينش باك ليفت فتوح باك رايت اكرم توفيق هيرجع طبعا من الايقاف خلاص
في نص الملعب. الحمد لله يعني اعتقد ان النهارده حمدي فتحي سليم برضو، الحاجه ما تستدعيش ان هو ما ان شاء الله يبقى جاهز قبل الماتش، موجود هو وعمرو السوليه في نص ال هتبان في تمرين بكره طبعا يعني اعتقد، بس هو بنسبه كبيره ان شاء الله. بس يعني لو جاهز حمدي، لو جاهز يبقى حمدي فتحي وعمرو السوليه، ولو بيلعب بثلاثه في نص الملعب معاهم. انت تلعب بايه في ماتش تونس؟ انا هسيبك منه. انت هتلعب بايه في ماتش تونس؟ هلعب مش عمرو السوليه حمدي فتحي وقدامهم قفشه. تمام. يمين وشمال. يمين وشمال هلعب. ايه رايك في حسين فيصل في البطوله دي؟ حسين فيصل يمين. حسين فيصل تلعبه يمين؟ هلعبه يمين. وشمال ممكن العب احمد رفعت. احمد رفعت. وراس حربة. وراس حربة محمد شريف. محمد شريف. بنسبة كام في المئة؟ ده فكر عبد الله جلال. ده فكر انا مش ده. ما انا فاهم طبعا. انا بسالك يعني اجيبك تقول لي مستر كيروش. بنسبة كام في المية التفكير ده الاسماء دي ممكن تبقى في الملعب من وجهة نظرك بتفكير مستر كيروش؟ بنسبة كام؟ يعني ممكن 70-80%، لان برضه الاصابات، وبرضه هنرجع لحته مستر كيروش برضه مغير مراكز ناس زي محمد شريف كده، فاعتقد ان برضه هيفضل مصر على مروان حمدي، واعتقد يعني دي ممكن برضه هو دي ده اللي انا مستكشفه ورايي الخاص، ان مستر كيروش بيدي الناس كلها فرصتها الكامله. ملهاش علاقة بان انت بتأدي بتجيب جوان او ما بتجيبش، بتأدي في بتلعب في ايه، بعد البطولة هيحصل ايه. هو ما بيدورش على كده، هو بيدور على ان في 18 او 20 لاعيب فيما بعد هم دول اللي هيبقوا قوام منتخب مصر. يبقى انا اديت لكل لاعيبة مصر اللي انتوا بتتكلموا عليهم كإعلام او كأندية ان دول المميزين، خلاص انا اديتهم فرصتهم، كل واحد خد فرصته وانا بشكره كمان هو بيداهم في بطوله قويه. لو ان شاء الله نجحنا في ان احنا نتخطى عقبه تونس، تفضل تقابل مين في النهائي، قطر ولا الجزائر؟ الاثنين اصعب من بعض الصراحه. الاثنين اصعب من بعض. الاثنين اصعب من بعض، بس ان شاء الله منتخب مصر قدها اي حد من وجهه، ويمكن منتخب مصر برضو قدم مباراه كويسه قدام الجزائر. اعتقد ان الاثنين اي حد يوصل فيهم النهائي ان شاء الله منتخب مصر يقدر. قادر ان شاء الله باذن الله. قادر. كلنا ثقه في لاعبتنا، والحقيقه مش الثقه دي مش من فراغ، في اداء وفي روح مختلفه ظهرت على المنتخب المصري في بطوله كاس العرب، وان شاء الله على مدار اليومين اللي جايين وقبل يوم الاربعاء قبل ما نواجه تونس ان شاء الله نتابع مع حضراتكم التحضيرات والاستعدادات. كل الدعم من كل جماهير الكره، ناس مبسوطه بيكم وناس فرحانه بيكم، وان شاء الله قادرين ترجعوا بكاس البطوله. والاهم الحقيقه من كاس البطوله بالنسبه لنا عوده الروح واستعاده الجاهزيه لمشوار امم افريقيا وتصفيات كاس العالم. كابتن عبد الله جلال بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شرفت ونورت زي ما بنقول دايما في السادسه. شكرا كابتن احمد، الله يخليك. شكرا شكرا. نقابل حضراتكم على كل خير على شاشه الاهلي دايما في السادسه. تحياتي لحضراتكم.